هكذا تبدو ساحة الرحيبة بقصر أنزجمير على إيقاع فلكلور سارة، فلا صوت يعلو على تلاقي العصي. ففي ليالي عيد الأضحى الثلاث يتجمع ليلا أهالي القصور القريبة للاستمتاع برقصة سارة، فهي فرصة أخرى للتلاقي والتغافر والصمت. سارة هي عبارة عن الضرب بالسيف، على المبارزة بالسيف. في كل سنة نديرها ثلاث أيام، نهار العيد في الليل وغدوة ليه، وبعد غدوة ليك ثلاث أيام نديروها. نديرو هذه سارة في هذه الرحيبة هذه، نزهاو ونديرو الفرحة تاع العيد كبير دائما بهذه سارة سرعنا فيها، وما دابينا ما تقطعش حتى لا ما بقينا حيين. إيقاع رقصة سارة الفريد يستقطب الضيوف من القصور المجاورة والبعيدة لطابعها المتميز وأدائها القتالي. وجو ضيافين من يعني من أزواج ومن تلولين ومن بوانجيج ومن المحفوظ من تجماين حتى من أضرار يجو، يعني ولات هذه سارة هذه ولات عامة. يجو تتبتوا وتسامحوا ونتغافروا حنا وياها ونزهاو بهذه سارة نزهاو بها. أما الأطفال فلا يفوتون فرصة المشاركة بتحضير عصيهم وتقليد الكبار في الحركات والأداء. كل عام سووا هراواتنا باش نلعبوا بهم في العيد في الليل ثلاث أيام نلعبوا سارة. هذا وتنفرد رقصة سارة بنكهتها القتالية كتدريب على المبارزة بالعصي وفرصة للتلاقي والتغافر والترويح بعد يوم شاق مع ذبح الأضحية واستقبال الضيوف.